وفي شأن آخر، تسلم خادم الحرمين الشريفين وثيقة مكة المكرمة الصادرة عن المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي. ورحب خادم الحرمين الشريفين بعلماء الأمة الإسلامية وتعاونهم لتوحيد آرائهم في القضايا المهمة، وخاصة ما يتعلق بمواجهة أفكار التطرف والإرهاب. وقال الملك سلمان: سنكون دوما على أمل بإذن الله في تماسك الأمة الإسلامية واجتماع كلمة علمائها وتجاوز مخاطر التحزبات والانتماءات التي تفرق ولا تجمع.